شيفر سانتي. شيفر سانتي كالعادة قدموا لكم آخر الأرقام الرسمية التونسية. 60,000 تونسي مصاب بالانفصام في الشخصية، هذا اللي كان أوضحه الدكتور أنور جراية وهو طبيب ومعالج نفسي للأطفال والكهول وأستاذ بكلية الطب في مداخلة ألقاها خلال مؤتمر توعوي نظمته مدينة العلوم بتونس تحت عنوان الانفصام من أجل معرفة الأفضل. أن الانفصام يعد من أخطر الأمراض النفسية اللي تصيب الإنسان، مبرزا أنه داء يصيب الشخص في سن المراهقة أو بداية الشباب. هذا وكان دعا الدكتور جراية إلى إعادة وظيفة مرشدي الأسرة والتوجيه، وذلك بمختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوي، وأشار أن داء الانفصام يلزم المصاب طوال فترة حياته ولا يمكن معالجته نهائيا، ولكن يمكن السيطرة عليه عبر الإحاطة العائلية أو بواسطة العلاجات الدوائية المناسبة. وأوضح أن مرض الانفصام يعتبر اضطرابا حادا في الدماغ وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، وأنه في تونس نحكيه على 60,000 تونسي مصاب بالانفصام في الشخصي. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.